احنا عندنا تغيير الواقع على الارض، وحضرتك بتدعو ده شيء بحياة دعوه يعني اظن انها منطقيه جدا، ان احنا يجب ان نساند العرب اللي موجودين جوه، يجب ان نغير الوضع على الارض في القدس، الناس تروح، كل واحد بيحب القدس بيحب المسجد الاقصى يروح يصلي، يروح يصلي فيه. طيب ايه ادوات اخرى تانية ممكن نستخدمها مش عايز اقول لتغيير هذا القرار، هذا قرار، ولكن لحصار القرار، لتقليل تاثيره؟ انا رايي ان احنا لازم في اللغه بتاعتنا اللي انا بسمعها خلال ال 24 ساعه اللي فاتت، انا رايي بنعمل نوع من الالينيشن للعالم، يعني دي لغه اللي فيها كثير جدا احنا اللي مظلومين. زي ايه لغه؟ زي ايه يعني اللغه بتاعت انك انت بتقولي مثلا امريكا راس الحيه، الكلام اللي سمعناه ده، هذه اللغه من هذا النوع، مش هو بس، انا لسه بسمع كذا برنامج وفيها نوع جدا من العنتريه، نوع جدا من بس الا يجب ان تشعر واشنطن اننا يعني ضد هذا القرار، واننا نشجو بهذا القرار، وان احنا مش يعني اقل حقنا ان احنا مش سعداء. انا هقول لك على حاجه، اكتر من نص واشنطن ما اختلفوا مع ترامب بنفس الطريقه، يعني لو قريت نيويورك تايمز او واشنطن بوست، توماس فريدمان، يعني كل الناس اعتبروا توماس فريدمان يهودي طبعا، يعني جون ألترمان يهودي، أنا كل الناس اللي اتكلمت في برامج أمريكية والكلام زي كده شافوا هذا القرار، هو قرار زي قرارات كتيرة لترامب وطريقة كلامه، هو يعني مغير كتير في السياسة الأمريكية. لكن أنت عايزة تبعتي له رسالة، هل هذه الرسالة هياخدها ولا هيزداد حماقة؟ أنا بقول اللي يهمني مش ترامب في الحقيقة، أنا اللي يهمني المواطن الأمريكي والمواطن الأوروبي والمواطن، يعني الكلام عن إنه القوة معناها تعلن، هل نعلنها بالطريقة اللي خدي بالك إن إحنا عندنا سمعة دولية قايمة على المناظر اللي عملتها داعش في ليبيا، وعملتها في الرقة، واللي عملتها في دير الزور، واللي عملتها الجزء من اللي خلى إسرائيل تستقوى وغيرها يستقوى في المنطقة إنه سمعتنا العالمية ما هياش لطيفة. فهنا لازم نركز على الجانب الإنساني الموجود في القضية كويس، أو الكلام عن القانون الدولي والكلام عن قرارات الأمم المتحدة وإلى آخره، لكن أيضا علينا أن احنا على استعداد أن احنا نخش فيها في نوع من الحوار مع القوى المختلفة السياسية الموجودة في العالم. الكلام الأساسي في الموضوع ده هو ممكن جدا أن احنا يبقى عندنا اقتراح محدد مرتبط بتقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال دولة نطلب للعالم. كان في مشروع للرئيس أبو مازن أنه يروح مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول أخرى لإعلان الدولة الفلسطينية في الحدود الجغرافية المحددة.